ذكرى ليلة الإسراء والمعراج وفضل هذه الليلة وقيمتها، واللي فوق كل ده وده مهم قوي، الحكمة الإلهية من المعراج والحكمة الإلهية من الإسراء. معانا على التليفون فقيهنا المفضل فضيلة الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. أهلا 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 بك مولانا، وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام والجميع بخير، وعلى رأس الجميع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقرة انتصار السيسي، والشعب المصري والإنسانية والعرب والجميع بخير وسلام يا رب. اللهم أمين مولانا. يعني أنا كان مهم عندي أنك تشرح لنا حكمة الخالق سبحانه وتعالى في المعراج على حدة وفي الإسراء على حدة، والحكمة من وراء جمع الرحلتين معراجا وإسراء في نفس ذات الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الكريم الفراج، أنعم على عبده ومصطفى سيدنا محمد بن عبد الله بمعجزة الإسراء والمعراج. وبعد، فأولا أشكر لك الاستيعاب وأنك قلت عبارة ذهبية نورانية مفادها لا إسراء بدون معراج ولا معراج بدون إسراء، ولذلك هي تسمى أو توصف بالإفراد. لا نقول معجزة ولكن نقول معجزة الإسراء والمعراج. وحينما ننظر في الآية الأولى من سورة الإسراء وننظر في الآية 18 من سورة النجم، فنجد أن الهدف واحد. الله قال في آية الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آياتنا، بعض الناس يعني يتحدثون على أن هذا كان تسريعا من رسول الله، وهذا صحيح، وأنه بعد الابتلاء يأتي الاصطفاء، لا بأس بهذه المعاني الجميلة. ولكن الحكمة العليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرؤيا ولكن الله أراها. يعني الله قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال عن سيدنا موسى عن بعض الآيات في الأرض كذلك في سورة طه: لنريك من آياتنا الكبرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعي لنريه من، ومن هنا للبيان وليست للتبعيض، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأما سورة النجم تحدثت عن المعراج، والمعراج ثابت قرآنيا، لأن رب العزة والجلال قال سبحانه وتعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. الضمير يعود إلى سيدنا جبريل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله عليها قبل اقرأ في رمضان، رآه على صورته في جبل حراء، ورآه ليلة المعراج على نفس الصورة. وهو ذا معنى قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. سدرة المنتهى باتفاق المسلمين وغير المسلمين هي في السماء السابعة. فإذا المعراج ثبت قرآنيا. ولما نمشي مع الآيات هتختم أيضا بقول الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كما قال في الإسراء: لنريه من آياتنا. فالرسول اطلع على العوالم الغيب والشهادة
اكتباء واصطفاء وتكريما له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ثم ان الاشارة في هذه المعجزة الباهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالانبياء والرسل جميعا عليهم السلام في بيت المقدس وامهم في الصلاة. هذا دلالة على ان الاسلام لا يهدم الاخرين ولا يجور ولا يحيف على الاخرين، بل يبقي التنوع الديني والتعدد الفكري في انسجام تام. الله مثلا تكلم عن اهل الكتاب في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال عن أتباع سيدنا المسيح عليه السلام: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فالإسلام الحمد لله يحترم ويبقي التعدد الديني والإخاء الديني والإخاء الإنساني في أعظم صوره في هذه الرحلة الطيبة المباركة. وكما قلت لا ينفك الإسراء عن المعراج ولا المعراج عن الإسراء، والقرآن أثبت الإسراء والقرآن أثبت المعراج، فهنيئا لنا نحن أمة الإسلام. ويجب علينا أن نشتغل بالمفيد، أن نشتغل ونشغل الآخرين بالعبر والعظات، لأن الله قال في سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صحيح. نعم. صحيح صحيح. يعني كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية مولانا، وأشكرك جدا على شرح هذه الحكمة الإلهية، فسبحان الله العظيم القادر على كل شيء. كل الشكر للدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. مكالمة زي ما نقول سريعة على الماشي، إلى أن نلتقي الدكتور بكرة بإذن الله كما جرت العادة، عادتنا الرائعة كل يوم اثنين، يحل علينا ضيفا كريما إن هو إلا صاحب بيت زي ما بيتقال.